مدخل فوق اللي نعتبره مجلس زائد طعام زائد ليفينج روم، يعني اللي هي صالة عائلية، وتحت هنا تدخل السيارة. خلونا ندخل ونشوف مع بعض كيف صاير الوضع. نبدأ المدخل الآن. عندنا تو ليفل، عندنا المدخل الأرضي السفلي والمدخل الأرضي العلوي. ممتاز. هذه حتى تساعدنا برضو في الخصوصية، إذا كان عندنا رجال فوق ممكن الحريم يكونوا تحت. جميل. هذا مدخل الجراج. هذا 3 متر في متر في متر. مترين يعني. مترين هنا وهنا 3 متر. هذه المواقف، هذا الرامب النزول الآن. جميل. فقط ماينس متر ونص. هذه غرفة السائق مع دورة المياه. سائق دورة المياه. على برا المنزل مباشرة. جميل. هذه مع هذه. جميل. هنا الخزان الرئيسي. حلو. هذا الباب وين بيكون هنا؟ هذا المدخل السفلي المنطقة هذه. هذا الباب. هنا الباب. ممتاز. ندخل داخل. يكون عندنا أول شيء مستودع. دائما المستودع يعني هو من أهم الفراغات. ما يكون موجود أكثر من البيوت. هذا مستودع أو مكتب. مستودع أو مكتب سفلي، يعني حطينا طبعا تفصيل للسكيتشنج، اللي بيستخدمه بيسوي مكتب. حلو. أو مستودع أو مخزن ممكن يسوي. هذه باودر روم، يعني مجرد مغسلة ودورة مياه للمنطقة السفلية. مغسلة كرسي. ممتاز. وهذا يعتبر زي الملحق السفلي. جميل. سفلية. للشباب مثلا. للشباب ممكن يستخدمه الأهل للطعام. وهذا هو المطبخ الرئيسي للمنطقة هذه اللي تشوف. جميل. هذا الكورت داخلي نازل للدور الارضي، تهويه واضاءه. هذا كورت للفوق، طالع لفوق، خلاص مفتوح لفوق. ما شاء الله، تهويه واضاءه. جميل. وهذا طبعا درجه المعلق، شوفوا الاضاءه، شوفوا اضاءه من هنا جايه، اضاءه جايه من هناك. لازم هذا الباب يصير نوعا ما نافذ. نعم. وهذا المطبخ يجي له تقريبا مترين و80 في 3 متر وشوي، حدود 3.5 متر. ممتاز. جميل. هنا طبعا منطقه خدمات. حلو. هنا منطقه الخادمه. جميل. دائما الخادمات ليش تحطهم وسط البيت عندنا؟ صح. هي منطقة الخدمات. صح. هذه غرفة الخادمة. ممتاز. هذه عندي غرفة غسيل ودورة مياه الخادمة. ممتاز. هذه تعتبر زي الشريط، خدمات بالكامل. حلو. جميل. هذا الدرج هو اللي طلعنا لفوق، بس احنا ودي ندخل نطلع الدورة الأعلى من برا. من برا. خلونا نطلع من برا أحسن. يلا نشوف. يا أخي الدكتور هذا كان معيد يوم أنا كنت في الجامعة. يحط لي خط ما شاء الله كذا ينحل المشروع على طول، وأخذ A بلس. واخذ A بلس على طول دكتور. ها نتمنى تمر علينا بس كذا تحط خطوطك الجميله. بعدين سبحان الله سنه بعدين راح لامريكا وكمل الدكتوراه، والان ما شاء الله حبيبي. هذا مدخل، هذا المدخل الرئيسي الان. جميل. زي ما تلاحظ هو 6 ليفل، فيطلع فقط متر ونص ونزل متر ونص، فبيصير ما كان يطلع دور ثاني. ممتاز. متر ونص راقي، متر ونص نازل عن مستوى الشارع. نعم. جميل. وهذا المدخل الرئيسي من هنا. حلو. هنا عندنا الباب. الباب هنا يا جماعه. حلو. هذا المدخل خصوصي. هذا الان بالكامل هو الصالون الرئيسي. جميل. 4 في 7.5. ما شاء الله. اطلاله قزاز بالكامل، اضاءه متكامله. هنا 4 وهذا المتر، يعني 5 متر قفلنا. وهنا 7.5. ما شاء الله. وهذه اللي في المنتصف غرفه الطعام 3x5. اي. وعلى اليسار عندنا هنا اللي حمام الضيوف. حلو. مغاسل وحمام. ممتاز. ومفتوحه عليها المعيشه الرئيسيه للمنزل. هذه المعيشه. المعيشه. صراحه رائع. نعم. فالان الفراغ هذا حدود ال 100 متر مفتوح على بعض. 100 يعني متر هذا دكتور؟ اي هذا طبعا 100 متر الدور بالكامل مفتوح على بعض، يعطيك الشراح المطلوب. صح. وهذا قزاز. هذا قزاز، الحديقه الخلفيه تكون في المنطقه هذه. وهذا السفلي اللي يعطينا اضاءه، شوفوا. نعم. يا جماعه الامتداد البصري كامل. يعني جدا شرحه. صح. يعني هي الفكره كلها ابو عبد الرحمن انه المنازل هذه ابغى اعطي تصميم يعطيك الانطباع بوحده سكنيه كانها فيلا، ولكن تكون اقرب لسعر الشقه. حلو. يعني يكون في الاثنين، فانا اتوقع المنتج هذا، انا اتوقع شخصيا هو حيكون المنتج المستقبلي لسكن الشباب. ممتاز. جميل. شوف الدرج حلو تصميمه. هذا بس انا الدرج طبعا درج معلق. شوف كيف الدرج مثل بيتي، درج الدرج هذا كذا وكذا. كانت الخطه ما نصور هنا لانه هذا طبعا خاص للمالك. طبعا الدور هذا هو دور غرف النوم. اي في اي روح. الدور هذا فيه 3 غرف نوم، نوم رئيسية وغرفتين ثانية. هنا لا قلبهم، سوى غرفتين بس بالدور. المالك تبغى غرفتين ما تبغى تغرف. خلاص نروح للفيلا الثانية أحسن. وهذا فوق هنا تبي نطلع؟ يلا خلنا نطلع. يعني الدور هذا نبي نروح للفيلا الثانية نوريكم إياها، اللي هو الستاندر. لأن هذه طالبة طلبات خاصة فمكسرة وهو. طيب. الدور العلوي هذا. هذا السطح. يعني هذا الفراغ هو فراغ الجوكر. ممكن يستخدموه زي ما ودهم، ممكن يكون مكتب، ممكن يكون جيم، سينما، ممكن يكون معيشة علوية. حلو. فراغ جدا جميل، 5 متر في أكثر من 7 متر. أي. وفي عندنا بلكونة أمامية. إي حلو هناك. كيف؟ وبلكونة صغيرة خلفية. هناك. بالضبط. طيب خلنا بروح اصبر. خلنا أدخل. خلنا نطلع من هنا، هذه اللي هي الواجهة الأمامية.
هذه بلكونه صغيره للمنطقه هذه. ها هذه بلكونه هي فقط للغرفه هذه، وهنا وهذه في بلكونه اصغر منها للشباك هذا.